فاضل ساعتين وتغلق صناديق الاقتراع لليوم الثاني من الجولة الثانية من انتخابات برلمان 2012، هذا إذا لم يصدر قرار بمد الوقت أو مد فترة اللجان. الأمور تبدو عموما في وضعها السابق هادئة، بيزيد الإقبال شيئا فشيئا في بعض اللجان، في لجان زحمة، في لجان فاضية، في لجان يزداد الإقبال فيها على النصف الثاني من اليوم، في لجان هادية، يعني في كل المحافظات، وعندنا متابعة هنتابعها معاكم مع كل المحافظات، معظم يعني لسه نفس الوضع كما هو. انتهاكات من بعض القوى السياسية مستمرة، مشاحنات ما بين بعض القوى، ما بين القوى السياسية وبعضها البعض، وفي النهاية الناخبين أو الناخبون يدلون بأصواتهم في عدد كبير جدا من اللجان في المحافظات التسعة. أنا شخصيا رحت انتخبت في الفاصل ما بين الفترة الأولى والفترة الثانية، أنا كنت في مدرسة في الدقي، مدرسة أبو بكر الصديق، وكانت مدرسة جميلة وهادية ومنظمة، بشكر كل القائمين عليها، في شارع إيران في الدقي، المستشار الحقيقة كان شخص مهذب جدا، كل العاملين في هذه المدرسة وفي اللجنة اللي أنا كنت فيها كان الدنيا ما كانتش زحمة قوي، يعني كنت شايفة أنه في يعني نساء ذاهبات وآتيات، لكن ما كانش فيه طوابير الحقيقة. بس المستشار قال لي أن تقريبا هنكون عملنا، أو حتى لحظة ما كنت موجودة كانت حوالي الساعة 2:30 3، قال لي تقريبا نسبة التصويت 50% في تلك اللجنة في مدرسة أبو بكر الصديق في شارع إيران، وما كانش طبعا، أو يمكن أنا بالنسبة لي ما كانش في حد بيحاول يوجهنا ولا حد يقول لنا صوتوا للحزب الفلاني أو الحزب العلاني. بس أنا حقيقة يعني لاحظت حاجة، الموضوع مش سهل قوي، يعني أنا بأشفق على ناس كتيرة جدا ما تكونش عارفة القصة. أولا الورقة كبيرة جدا، لو أنت أو لو أنت مش عارفة الرمز بالظبط، داخلة تدي رمز إيه، أنا قعدت حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة وأنا عارفة داخلة أنتخب مين وعارفة داخلة أنتخب حزب إيه. بالنسبة للأحزاب سهلة جدا، هي قايمة صغيرة يا دوبك هما 8 9 أحزاب، فعلى طول من السهل جدا إنك تعلم جنب الحزب اللي انت عايزه، لكن او القايمه اللي انت عايزها. لكن بالنسبه للفردي، خاصه ان الاسامي كتير بتكون اسامي مش اللي انت متعارف عليها، يعني مش محمد عبد الفتاح، لا ده يطلع اسمه محمد احمد او احمد محمد حسام عبد الفتاح وشهرته فلان، انا بقول اسم طبعا من دماغي، لكن الفكرة ان هو حقيقي مش سهل، ولازم كل واحد يكون داخل عارف الرمز. هنا بقى فهمت انا قصة ايه، شوف اختار رمز الميزان او رمز الدبابة او رمز المسمار او رمز العجلة، اي رمز من تلك الرموز. فالحقيقة انا ما كنتش عارفة الرمز، انا كنت عارفة الاسامي، ففضلت 10 دقايق ادور على الاسم، فين الاسم، والناس كانت خايفة تساعدني طبعا، لحسن يقولوا ان هم بيساعدونا في لا بأصواتنا، لكن الحقيقة يعني اللجنة كانت شديدة النظام، القاضي كان شديد الاحترام، الناس كلها كانت سعيدة جدا وهي داخلة تدلي بأصواتها. أنا سعيدة بهذه التجربة، أنا انتخبت من زمان، بنتخب الحقيقة من 2005، لكن هذه من يعني أول مرة أشعر أن صوتي، لا في الاستفتاء كمان حسيت أن صوتي له قيمة، والنهاردة كمان طبعا أشعر بسعادة غامرة، وأصريت أن أنا لابد أن أدلي بصوتي، مش بس بندعو الناس لي الإدلاء بصوتهم، ولكن نبدأ بأنفسنا، ولو في إعادة أروح الإعادة برضو علشان أساند مرشحي أو مرشحتي بإذن الله. طيب نشوف أخبار غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومعانا الأستاذ حازم منير. مساء الخير يا حازم. أخي لميس، إزيك؟ إزيك أنت؟ قول لي إيه أخبار الشكاوى عندكم، رصدتوا إيه في غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان؟ لا، هو النهارده يوم غريب شويه، اشبه بجوله الاعاده، يعني تشعري من نسب الحضور امام مقر الاقتراع، لان احنا نبدو وكاننا في جوله الاعاده على المقاعد الفرديه، بس بعض اللجان كانت خاليه تماما، لا يوجد فيها الا اعداد بسيطه للغايه، بس برضو بعض اللجان كان امامها حشود، يعني ده حقيقي، يعني في
اللجان تفوتت تماما، في لجان طوابير طويله ولجان فاضيه خالص. بالظبط، لدرجه ان كان في مفارقه النهارده ظريفه جدا في الدقي، مدرستين جنب بعض فيهم لجان، فواحده قدامها طابور طويل قوي وواحده فاضيه خالص. غريبه قوي مش كده ولا ايه؟ فبدا الامر وكانه بتوع اللجنه دي جم امبارح وبتوع اللجنه دي جايين النهارده. ايوه، يعني القصه انه تبادلوا مع بعض الادوار عشان ما يبقاش في زحمه قدام المقرين. انما بشكل عام هو يوم هادئ، الشكاوى فيه كانت محدوده وقليله، يمكن النهارده احنا متلقين 90 شكوى او 95 شكوى فقط، عدد لا يزيد عن ذلك، وده يعتبر رقم قليل بالنسبه للشكاوى اللي انتوا متوسط الشكاوى يعني. رقم متواضع جدا، ده اقل من جوله الاعاده في المرحله الاولى. يعني يعني رقم متواضع قوي. اتمنى 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 ان يكون السبب هو معالجه الاخطاء اللي حصلت في الايام السابقه، ولو كان كده يبقى ده انجاز ايجابي وكلام كويس، اتمنى ذلك يعني. بس احنا سمعنا من الاحزاب يا حازم على الجانب الاخر من غرف عمليات الاحزاب المختلفه، يعني مثلا الكتله المصريه قالوا لنا ان الانتهاكات، الكلام ده امبارح، ان الانتهاكات المره دي اعلى كتير من اي مره اخرى. انتوا ايه نوع الشكاوى اللي جات لكم؟ هقول لحضرتك حاجه يا استاذه لميس، من الطبيعي جدا وانا في غرفه عمليات حزبيه انه تكون رصدي للامور مختلف خالص عن غرفه عمليات حقوقيه محايده لا صله لها بالعمليه الانتخابيه. طبعا يعني احنا لو انا حزبي لازم اكون يعني هتعامل مع الامور باكثر حده، وهنظر وهحلل الامور وهرصدها بشكل مختلف تماما عن مراقب محايد ملوش علاقه بالاحداث وملوش مصلحه فيها. انما خليني اقول لك يعني فعلا انا مندهش من تصريحات اطلقها رئيس اللجنه العليا النهارده سياده المستشار عبد المعز ابراهيم في مؤتمر صحفي، لما اعلن ضجره وملله وضيقه من تكرار مخالفه الدعايه الانتخابيه. عنده حق، هي اصبحت عبء وعبء دمه ثقيل ان يكون هناك اصرار على مخالفه القانون. بس احنا كمان من حقنا بقى كمراقبين وكناخبين ان احنا نتضايق اكثر من سياده المستشار، لانه احنا المضارين من هذا الكلام، احنا كناخبين مضارين من ده. احنا كناس راغبين في ان يكون هناك قواعد للعمليه الانتخابيه بنظار من هذا الكلام وبنظار من خرق القواعد ومن خرق القانون. فاذا كان رئيس اللجنه العليا للانتخابات يعلن ضجره وملله وضيقه البالغ من خرق القانون، احنا نقول ايه؟ المواطن العادي، المثل الشعبي بيقول الغلبان بيتعلق في حبال القانون الدايبه. يعني هو عارف انها حبال دايبه وهتهوى بيه الى الاعماق، لكنه في النهايه بيحتمي بالقانون. كيف يمكن ان نطمئن اذا ما كانت الهيئات المعنيه عن تنفيذ القانون بتعلن عن ضجرها وملانها وضيقها من الاصرار على خرق القانون؟ لا يعني 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 بتعلن الهيئات عن ضجرها وملالها من الدعايه خارج اللجان، طب ليه ما بتعملش حاجه؟ بالظبط كده، يعني لماذا لا يؤخذ رد فعل قوي ولو بشطب مرشح واحد او بتهديد بشطب على الاقل فيرتدع الاخرين او يرتدع الاخرون؟ اؤيدك تماما في هذا الكلام يا استاذ لميس. من الذي سينفذ القانون اذا كانت اعلى هيئه في مصر بتشتكي من عدم تنفيذ القانون؟ امتى هيبقى الانتخابات دي ليها قيمه اذا ما كناش بننفذ القانون بشكل حقيقي؟ دي المشكله الحقيقيه اللي كانت موجوده النهارده، واللي انا متاكد انها ستمتد الى جوله الاعاده، وستمتد حتى الجوله الثالثه والاخيره من انتخابات مجلس الشورى في مارس المقبل، وهنطلع من الانتخابات نقول هذه انتخابات خرق القانون فيما يتعلق بالدعايه الانتخابيه. هل خرق القانون يا حازم وشكاوى خرق القانون بتاتي من جهات معينه ولا بصراحه هي منسحبه على كل الاحزاب؟ هي كانت في المرحله الاولى التركيز اكثر على الاحزاب ذات المرجعيات الدينيه. في المرحله الثانيه وده غالبا بقى اللي حصل، الكل قرر انه ينتهك القانون. خلاص. وانا يعني انا هفضل اقول انا ملتزم بالقانون وغيري بينتهك وبيحقق مكاسب، طب ما انا كمان هنتهكه. فتصبح عمليه انتهاك القانون ومخالفته امر شائع ورائج، بل تصبح هي البضاعه الرائجه. شيء في منتهى الخطوره يا استاذ لميس. طيب مش بس على الانتخابات، حتى ايه شكل مظبوط، ايه شكل الشكاوى اللي جات لك او انواع تصنيفات الشكاوى اللي جات لك النهارده؟ تصنيفات الشكاوى اللي جات كلها بتشتكي من بعض المشاحنات او المشاجرات بين اطراف العمليه الانتخابيه، مشاجرات على فكره بسيطه جدا من نوع خناقات يعني بين اثنين هنا ثلاثه هنا، من مراقب اتمنع من دخول لجنه، من خلينا نقول يعني الحقيقه، بس ارجو ارجو ان يتسع صدر الجميع وهم يسمعوا الملاحظه القادمه، يعني انه اتمنى على اللجنه العليا ان تجري تحقيقا في الوقائع المتعلقه
بشكاوى من رؤساء لجان. واتمنى على اللجنه العليا نعم. ان تجري هذا التحقيق وتعلن نتائجه بتكذيبه، بس الراي العام يطمئن عشان الناس تتوقف عن ايراد شكاوى بهذا المعنى. لا يمكن يبقى في شكاوى بهذا الاطار يا استاذ لميس، والامر يتم تجاهله تحت زعم ان هناك محاوله باتهام القضاء. الحقيقه احنا سمعنا هذه الشكاوى منذ الامس لاول مره في حق عدد من رؤساء اللجان، عدد من المستشارين. طبعا كل نوادي القضاء نفت، المستشار عبد المعز وكل من في اللجنه العليا نفوا ونربأ برؤساء اللجان وبالقضاء، والقضاء بيتعبوا. احنا الحقيقه عارفين قد ايه القضاء بيتعبوا، لكن المخطئ يعاقب. ايوه، وانا ارجوك، انا عاوز اضيف بس جمله واحده. انا كمان بنفي معاهم اتهام القضاء بهذا الشكل، ولكن اتمنى ان يكون هذا النفي من خلال تحقيق وليس من خلال رد فعل شخصي. يجرى تحقيق تعلن نتائجه يطمئن الراي العام ويستريح، لان الاجراءات صحيحه. اما النفي الشخصي لا يطمئن احد يا استاذ رميس. وانا في النهايه احنا عاوزين نبرئ ساحه، لانه احنا بنتكلم النهارده في 20,019 مقر انتخابي بيرأسوا قرابه 14,000 قاضي في هذه الحدود تقريبا. حتى لو حد مخطئ فيهم 2 3 5 لا يمثلوا واحد من 10 في المليون. المشكله ما في، بس نبرئ هذا الثوب الابيض من هذه الشكاوى اللي بتيجي بان احنا نقول اجرينا تحقيق في الوقائع وثبت انها غير صحيحه. شكرا يا فندم، وعلى الجميع ان يلتزم بذلك، لان احنا نثق في جهات التحقيق داخل السلطه القضائيه. يعني هو المستشار عبد المعز بيقول ان الوقيعه بين القضاه والشعب تؤدي الى انهيار الدوله. يعني الحقيقه بس احنا لا نريد الوقيعه، ولكن نريد الصواب والحقيقه والتحقيق اذا ما كان هناك اي شبهه، ونربع يعني بالشبهات عن الساده المستشارين. نحن نجل المستشارين ونحترمهم، لكن اذا كان هناك اتهامات، اذا كانت هناك شبهات، ما فيش حد معصوم من الخطا. اؤيدك تماما في هذا، وهذا هو الغرض. الغرض أن نطمئن الرأي العام على صحة الإجراءات، على سلامتها، على خطأ الشكاوى الواردة في حق بعض عدد محدود من الغاية للغاية من القضاة، ونؤكد لهم أن كل شيء بيخضع للتحقيق، وأن البريء بيعلن براءته، وأن المخطئ بيعاقب، وانتهي الأمر على ذلك. طب حازم، تقدر تقولي مثال لشكاوى جات لكم من لجان عامة، من رؤساء لجان عامة، أو يعني من؟ والله هقول لك يا أستاذة لميس، أنا يعني لسه حالا موقع على شكوى بحث اللجنة العليا، إنه رئيس اللجنة بيوجه المرشحين للتصويت لصالح اتجاه معين. عاوز انطباع أنا الشخصي، أنا بصيت فيها كده، أقول مفيش قاضي في الدنيا حتى لو عاوز يعمل كده هيقول بوضوح كده للراجل الناخب اللي قدامه صوت لصالح حزب حازم مريض، مش ممكن هيعمل كده. فلما هشوف الشكوى هشك فيها، انما ستيل في النهايه دي شكوى جايه من مواطن لابد ان ينظر فيها، والامر لن يستغرق سوى ثواني قليله للتاكد من صحتها من عدمه. فيعني هي الشكاوى تحتاج، يعني هذه النوعيه اللي قلت حضرتك عليها تحتاج ان ينظر فيها وان يتقرر فيها اذا ما كانت صحيحه او خاطئه. أشكرك حازم منير من غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان. نشوف مراسلينا بيقولوا إيه. ناخد ياسمين ولا سلامة؟ طيب محمد سلامة من المنوفية. محمد، هل في جديد عندك ونحن في الخامسة تقريبا، خمسة وتلت تقريبا؟ في الحقيقه استاذه لميس، هي الاعداد كانت بدات تتزايد قليلا منذ حوالي الساعه الثالثه او الثالثه والنصف تقريبا، ولكن بدات تقل مره اخرى منذ حوالي نصف ساعه. يعني نقدر نقول ان الاقبال متوسط تقريبا على مدار اليوم، ولكنه كان ضعيف جدا في الصباح زي ما قلت لحضرتك الصبح. ولكن في الحقيقه نسبه التصويت تقريبا هي تقديريه بالفعل، ولكنها غير رسميه. علمنا ان نسبه التصويت لم تتعدى ال 35% على مستوى محافظه المنوفيه، مما يدل على ضعف الاقبال عن الامس، لان بالامس كانت نسبه الاقبال قد تعدت ال 50%.
هل في اي احداث؟ يعني مثلا احنا سامعين عن اضراب عاملين في 7 لجان في اويسنا احتجاجا على وضعهم احتياطي لسد العجز. سمعنا مثلا عن اعدام 500 ورقه دعائيه للاخوان والسلفيين امام اللجان، خاصه امام لجنتي 449 و500 بمدارس قريه زاويه البقلي بالشهداء. يعني هل عندك اي احداث ولا دي اخبار ربما تكون بعيده عن المكان اللي انت موجود فيه؟ هي بالفعل بعيدة، ولكن هناك بعض الأخبار التي علمنا بها أن هناك بعض الموظفين وهم عددهم ثلاث موظفين أعلنوا إضرابهم في إحدى اللجان بأويسنا، وذلك لاعتراضهم على المكافأة التي من المفترض التي سيحصلون عليها في نهاية الانتخابات وهي 1000 جنيه، ولكن المستشار رئيس اللجنة طمأنهم ووعدهم بصرف تلك المكافأة حين الانتهاء من العملية الانتخابية، وعادت الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى. وعلمنا أيضا أن هناك أحد مواطنين أسيم وقف أمام مدرسة عثمان بن عفان وقال بأعلى صوته للناخبين انتوا لفظيا، قال لهم انتوا سايبين أزمة الغاز والبوتاجاز وجايين تنتخبوا، ولا نعلم ما سبب هذه المقولة، هل هو لا يريد إتمام العملية الانتخابية أم ماذا؟ فمما أدى إلى اشتباك بينه وبين الناخبين وبعض أنصار المرشحين أمام اللجنة، وتم طرده تماما من داخل اللجنة أو المدرسة التي يتم فيها عملية التصويت. هذه تعتبر الأخبار التي وصلتنا من المناطق البعيدة عنا، لأننا حاليا موجودين بشبين الكوم بالمدرسة التابعة فيها. طيب محمد، الفرز هيكون فين؟ لجان اللجنة العامة اللي هيكون فيها الفرز فين في المنوفية؟ الفرز ان شاء الله يا استاذه لميس هيكون باستاد شبين الكوم بالصاله المغطاه، ولكن بالنسبه لمد الفتره من 7 إلى 9 لم تتحدد حتى الان ان كان هناك مد ام لا، ولكن المؤشرات تدل على انه لن يكون هناك اي مد، وان العمليه الانتخابيه سوف تنتهي في ميعادها المحدد وهي 7 باذن الله. أشكرك محمد سلامة من المنوفية. نروح إلى فين؟ محمد الشيخ، عمر الشيخ منين؟ من بني سويف. عمر الشيخ في بني سويف، مساء الخير يا عمر. مساء النور يا أستاذ لميس. الوضع عندك إيه في بني سويف؟ عندنا الحقيقة في الساعات الأخيرة، إحنا قدامنا دلوقتي 1.5 ساعة على الانتهاء العملية الانتخابية عندنا هنا في داخل المحافظة، في أعداد متزايدة جدا في قرى المرشحين الموجودين وعلى مستوى القائمة في الدائرة الأولى، وعدد المرشحين عدد القوائم عندنا 9، هم حوالي 9 × 8 يبقى ب72 قرية فعلا الانتخابات فيها على أشدها. القائمة الدائرة الثانية في القائمة ازدادت برضو الأعداد فيها بطريقة ملفتة وبطريقة ملحوظة للغاية. عندنا في بني سويف 3 غرف عمليات متابعة لعملية الانتخابات، منها الشرطة ومنها الهيئة القضائية وممثلة في المستشار جمال عبد الله، اللي هو تلقى حوالي ما يقرب من 8 بلاغات بسبب الانتهاكات من أحزاب مختلفة. الغرفة رقم 3 وهي موجودة في المحافظة برئاسة محافظ بني سويف. يمكن الانتهاكات تمثلت في الدعاية أمام اللجان وفي مدرسة في بني هارون الابتدائية. المدرسة دي أحد مندوبي المرشحين اتخطف منه التوكيل العام من حزب النور، وتم تقديم بلاغ بسبب هذه الانتهاكات. عقب صلاة الظهر النهاردة يا أستاذ لميس، الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين أدلى بصوته في لجنة مدرسة الحديثة بنات، وعمل بعض التصريحات الصحفية، كان من أهمها سؤال لقناة CBC عن
الانتهاكات التي قام بها حزب الحرية والعدالة، فرد الدكتور بديع وقال هذه الانتهاكات إن كان هناك انتهاكات فعليكم أن تقدموها إلى النيابة لمن يدعي أن هناك انتهاكات في العملية الانتخابية في بني سويف. عايز أقول حاجة، إن حزب الحرية والعدالة نازل على مستوى الديوان عام، مستوى على مستوى المحافظة في جميع المقاعد بنسبة 100%، وحزب النور السلفي نازل على مستوى جميع المقاعد عدا مقعد واحد اللي هو الفئات في الدائرة الثانية اللي هي مقرها الوسطى وناصر. أشكرك عمر الشيخ من بني سويف. والحقيقة مش احنا اللي بنقول ان في انتهاكات، دي جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المراقبة هي اللي بتقول ان في انتهاكات. يعني مؤسسة النقيب مثلا للتدريب ودعم الديمقراطية لسه تقريرها طالع اهو منذ قليل بيتكلم على انتهاكات في العياط وفي منيا القمح محافظة شرقية، أوقف رؤساء اللجان التصويت للسيطرة على الدعاية خارج اللجان التي يقوم بها أنصار الحرية والعدالة، الأمر الذي رفضه أنصار الحرية والعدالة وقاموا بحشد المواطنين أمام اللجنة رقم 459 460 461 462 مدرسة الألفي الثانوية بنين، مدرسة العزازي الإعدادية بقرية العزازي مركز فاقوس شرقية، قام أنصار المرشح فلان بتوزيع مبالغ تتراوح ما بين، يعني ده كلام يا جماعة مش بس، ده مستقل عمال سيد إبراهيم ناصف عمال مستقل بتوزيع مبالغ تتراوح ما بين 20 ل 50 جنيه يقوموا بدفع مبالغ مالية. يعني مش هكمل الجملة الحالية لأن فيها اتهامات شديدة. يعني في مدرسة عبد السلام، يعني كل ده مرصود، مدرسة أبو حريز الابتدائية بكفر صقر الشرقية دعاية من مندوبي الحرية والعدالة داخل اللجنة، وفي مدرسة عمر بن الخطاب وقعت مشادة بين أنصار حزب النور وأنصار الحرية والعدالة، قام أنصار الحرية والعدالة بتحطيم اللابتوب الخاص بحزب النور. ده يا جماعة كلام مش كلامنا، ده كلام، وكل ما نذكره هنا في هذا البرنامج وفي هذه التغطية عن انتهاكات ما بيبقاش كلامنا، بيبقى يا إما مشاهدات لمراسلين أو لكلام بنحاول نتدقق منه من منظمات حقوق الإنسان. فعندنا النقيب وعندنا المجلس القومي لحقوق الإنسان وعندنا منظمات كثيرة جدا بتكلم عن الانتهاكات، حتى أن المستشار عبد المعز إبراهيم قال لك إحنا ضقنا ذرعا ومن الدعاية خارج اللجان ورصدنا هذه الدعاية بكاميراتنا. فيعني أرجوكوا لا تنسبوا هذه، مش إحنا اللي بنقول الكلام ده، هذه مشاهدات بناس بتشوفها بعينيها، ناس بتتكلم على التليفونات وأيضا منظمات حقوق الإنسان. نروح لإمبابة. إمبابة ياسمين توفيق. يا ياسمين أخبار إمبابة إيه، زحمة ولا فاضية؟ أخبار إمبابة يا أستاذة لميس تشبه إمبارح إلى حد كبير، لأن إحنا في نفس المكان في مجمع المدارس، الفروقات قليلة. يعني مثلا بالنسبة للتأمين فهو التأمين محكم، بالنسبة للشرطة العسكرية أو الشرطة محكم جدا، ما فيش أي مشاكل حصلت النهاردة في مجمع المدارس اللي فيه ضغط وكثافة انتخابية قوية جدا. النقطة اللي احنا لاحظناها فرق واضح، الانتهاكات اللي خارج المدارس الشارع. يعني انا شفت عمال نظافه واحنا داخلين، يعني كان نفسي اخد واحد فيهم يجي يتكلم معانا، بس طبعا ما ينفعش يدخل جوه مدرسه هو تقريبا بيكلم نفسه، يعني عمال يقول انا هعمله كل شويه هشيله، من كتر ما الارض ما بتفضاش من كميه الاعلانات اللي معموله، وعلشان الواحد زنق الصوره مظبوطه هي مش موجوده من التيار الاسلامي فقط ولكنها طبعا من المرشحين الفردي ومن التيارات الليبراليه اللي احنا شايفين هنا ان ليها دعايه مبالغ فيها كتير كتير موجوده في الارض وبتوزع علينا واحنا ماشيين، وكاسكتات للراس ومن ناحيه الانتهاكات فهي كتير قوي. اعتقد امبارح كان في حد كان بيتكلم معانا بيقول لنا ان هم القوات المسلحه صدروا منهم حاجتهم، اعتقد الموضوع خرج عن السيطره لان هو اصبح يفوق الطبيعي، يعني كتير قوي كتير من اول الشارع يبان. زي ما بقول لحضرتك عمال النظافة موجودين في الشارع بكثرة ومش قادرين، الأرض مش باينة من كتر الورق والدعاية. بالنسبة للكثافة فهي أكثر من ما حدث أمس. اللجنة اللي ورايا مثلا، الغرفة اللي ورايا اللي فيها لجنتين لغاية دلوقتي هم مالوا 6 صناديق، بيقول إن أقل لجنة موجودة في المدرسة اللي احنا فيها محققة لغاية دلوقتي 70%، بتتراوح لغاية يعني حد أدنى 70% بتتراوح لغاية تقريبا 80%. في مجمل ال 745 مرشح بتوع الجيزة اللي بيتنافسوا على 30 مقعد بتوع البرلمان. ياسمين الأبواب ستغلق في موعدها السابعة،
ولا جالكوا اي تعليمات بشيء اخر، او جال المستشارين تعليمات باي مد؟ ما فيش من 10 دقايق ربع ساعة كان المستشار بيقول ان هم هيحرصوا على ان هي تبقى الساعة 7، لان لسه عندهم عملية الفرز، وده هيحصل بالنسبة للفرز بتاع امبابة هيحصل في مركز شباب امبابة. اشكرك ياسمين توفيق على هذه التغطية المتميزة ومن امبابة. من الواضح فعلا زي ما كنا بنتكلم مع حازم منير ان الدعاية وخارج اللجان ما بقتش بس لتيار الاسلام السياسي، لكن فقط ده بقت في كل التيارات. ما خلاص، ما هو لم يردع احد، وبالتالي خلاص القانون ينتهك من الجميع. يعني يا جماعه مش عايزين نقول ان ده بس التيار اللي بينتهك القانون او اللي بيقوم بمخالفات، لا، القانون بينتهك من الجميع. هل معقوله ان كل الناس الاف وعشرات الالاف من المحاضر؟ مش ممكن. يعني كان يجب ان يكون هناك للجنه العليا للانتخابات يعني ادوات بحيث انها تراقب ده، ويبقى في عقاب واحد مره واحده لاي حد من اي تيار، يعني من اي حد، مستقلين، ليبراليين، كتله حريه وعداله، اي حد. بس على الاقل اذا ثبت انتهاك احد لهذه القواعد والقوانين، حد واحد بس يعاقب، لان بالتالي يعني بدون عقاب الامر اصبح على المشاع. الدعايه بتوزع بشكل مبالغ فيه زي ما ياسمين قالت في كل مكان، والمدرسه اللي انا كنت فيها مثلا برضو الملصقات موجوده، الدعايه موجودة، وقعد يعني ما فيش حد بيعمل أي حاجة لأي حد. طبعا الصبح الشرطة العسكرية الحقيقة حاولت أنها قامت بمصادرة كذا لابتوب، قامت بإزالة بعض الدعايات، لكن مش هتقدر تمشي مدرسة مدرسة تصادر ده. فالحقيقة أن هو ده لابد أن يضبط، لأن مش بس الدعاية وكمان محاولة التأثير على الناخبين في الطوابير دي قضايا شديدة الأهمية.